مساء الخير. مستقبل سوق العمل في أي بلد هو موضوع من الموضوعات المهمة جدا، لأن الملف ده له احتكاك مباشر بملف البطالة، له تأثير مباشر على الاقتصاد. عشان كده بنسمع بقالنا فترة عن مطالب بإعادة النظر في أولويات القبول في التعليم الجامعي، وتحديدا في تخصصات وكليات ممكن أنا وإنت نحس إنها ضرورية أو مش ضرورية. يعني مش عايزة أذكر تخصصات بعينها، لكن النهاردة مثلا النائبة أمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كسرت الأجازة البرلمانية وقالت إنها هتتقدم باقتراح للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. إيه الاقتراح ده؟ الاقتراح ده هحكي لكم عليه، بس الاقتراح ده هي بتقول يروح على طول مباشرة لرئيس الوزراء وزير التعليم العالي. إنه إيه بقى؟ إنهم يعيدوا النظر في أعداد المقبولين في 6 كليات في مصر. يعني باختصار النائبة بتقول كفاية يبقى فيه طلبة جدد في كليات بعينها لأن سوق متشبع. وإن هي بتقول كلامها ده بناء على دراسة هي عملتها عن احتياجات سوق العمل في مصر ال5 سنين اللي فاتوا وال5 سنين اللي جاية. لكن لما الحقيقة قريت أسماء الكليات اللي هي بتطالب بيها بتقليل عدد الطلاب فيها، لقيتها كليات مهمة، كليات زي الحقوق والهندسة والتجارة والأداب الصيدلة والإعلام، يعني كليات مهمة جدا. وبالمناسبة دي أكبر كليات بتقبل طلبة في المرحلة الجامعية. صحيح زي ما النائبة بتقول سوق العمل في مصر اتغير وداخل على تغيير أكبر مع ظهور الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال اللي نط في دماغي على طول، طيب لو إحنا منعنا أو قللنا دخول طلبة جداد في كلية زي الحقوق مثلا، هنعمل ايه في الناس اللي هواها قانوني، اللي بيحلم ونفسه ومنع عينه يطلع وكيل نيابة ولا محامي ولا قاضي، وهكذا بقى المهندس والصحفي والصيدلي. طيب حجم الفائض في التخصصات دي قد ايه؟ مين اللي يحط استراتيجية كبيرة زي دي؟ طيب ليه الاستراتيجيه دي مش بتتحط من بدري اصلا بحيث ان احنا نبقى سابقين بخطوه، نجهز جامعاتنا الحكوميه انها تستعد للتحول في سياسه قبول الطلبه؟ يعني مثلا مبنى والقاعات بتوع محاضرات كليه التجاره في جامعه القاهره ولا عين شمس، هل هيكون هذا المبنى او المباني كلها العملاقه دي مؤهله انها تتحول لكليات لعلوم الذكاء الاصطناعي مثلا؟ هو مش المفروض النقاشات دي تكون اتحسمت من سنين فاتت في المجلس الأعلى للجامعات؟ الحقيقة الموضوع فيه تفاصيل كتير، جزء منها شكل ومستقبل سوق العمل زي ما قلت لحضراتكم، لكنه قبل كل ده لازم يبقى فيه استراتيجية دولة، يبقى فيه حوار مجتمعي مستمر وعلى مستوى واسع. يعني نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين يبقى ليهم رأي في عدد المقبولين في كليات الإعلام، نقابة المحامين كذلك والمهندسين والصيادلة، محدش هيبقى عنده قوائم مين شغال ومين مش شغال من الخريجين أكتر من نقابات. طبعا الحوار المجتمعي في الموضوع ده مهم جدا. احنا هنا في مصر جديدة كنا من فترة عملنا فقرة بعنوان وظائف المستقبل ومستقبل الوظائف عن الشغلانات اللي هتختفي في المستقبل، وقلنا انه فعلا الذكاء الاصطناعي بيهدد عرش مجالات كتير مش بس في مصر، ده في العالم كله. طيب نرجع للنائبة أمال عبد الحميد لأنها قالت جملة مهمة جدا في اقتراحها، وهي إنه في حوالي 100,000 خريج بيطلعوا كل سنة من كليات الحقوق، وإنه مفيش حاجة ضرورية ليهم في سوق العمل، وإنه معظمهم بيشتغلوا شغلانات ملهاش علاقة أبدا بالقانون. طيب السؤال، هل المعلومات دي دقيقة فعلا؟ طيب هو احنا كنا شايفين اننا رايحين في السكة دي وقعدنا نتفرج ونتفرج ونتفرج لحد ما بقى عندنا 100,000 واحد من تخصص واحد يا اما عطلانين عن العمل او بيشتغلوا في غير تخصصهم، ده في تخصص واحد القانون 100,000. وهل الكلام ده فعلا ممكن ينطبق على كليات التجارة والاداب بكل فروعها زي مثلا خريجين اقسام الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس؟ طب الهندسه والصيدله وضعهم ايه؟ وليه احنا في الملف ده بنتكلم عن الواقع؟ احنا النهارده مش المفروض نتكلم عن الواقع بصراحه، احنا المفروض نتكلم عن المستقبل. فهل ممكن نسبق بخطوه؟
ونتكلم عن بكره، ما هو ده التخطيط، نسبق بخطوه عشان نتكلم عن بكره قبل ما نضم 100,000 خريج جديد لطابور الخريجين وفقا لنظريه اشتغل اي حاجه، المهم معاك شهاده. انا متهيألي ده موضوع امن قومي لازم يكون محسوم النهارده قبل بكره، لان التغيير اللي بيحصل حوالينا اسرع بكتير من اننا نتكلم عليه بصيغه الماضي. مصر جديده، اهلا بيكم.